صباح الخير مشاهدينا، هالصباح الخير اللي على طول منتمناه لبلدنا الحبيب لبنان وأهله. اليوم بحلقتنا رح نضوي على شعاع أمل طالع من إرادة اللبنانيين الصلبة رغم كل الظروف الصعبة اللي عم بمروا فيها واللي مروا فيها، وهو معرض أسطورتي والأرزة الفني والجمالي يلي بدها تحكينا عنه منسقة المعرض الكاتبة مها جعفر. مها هي كاتبة قصص ومقالات ناشطة في عالم التربية والثقافة، منظمة معارض فنية وثقافية، وأيضا كاتبة محتوى إعلاني وتسويقي. واليوم حمس كتير أنا لأنه ضيفتي شخصية تحب هذا الوطن وتعشق هيدي الأرض وبتحب أنها دايما تدعم كل الأشخاص اللي عن جد دايما عم يرسموا هدف لمصلحة وطننا واللي بفرج الصورة الحقيقية والصحيحة للبناننا اللي كلنا بدنا إياه تحت سقف واحد نكون كلنا عايشين بالثقافة والفن والمطالعة والأمور الحلوة اللي بتحكي عن إرثنا وعن تاريخنا العريق والجميل جدا. فاسمحوا لي رحب فيها، أهلا وسهلا فيك معنا وتحياتنا لحضرتك. مرسي. يعني تحت الهواء كنت مستمتعة بالحديث معك لأنه اليوم عن جد بالظروف الصعبة اللي عم نعاني منها ونمرق فيها بتحس دائما الأمل موجود ودائما التفاؤل موجود بظل الظروف الصعبة. خلنا نكون عم نأكد على هالموضوع. واليوم وقت نشوف صبايا ثلاث سيدات لبنانيات عن جد موهوبين بطريقة جميلة جدا، وكل حدا فيهم عم بيعبر كان بهالمعرض بطريقته الخاصة. فاليوم أسطورتي والأرزة عن جد عمل رائع جدا وكتير حلو. فاليوم بدي أشكرك، اليوم حتحكي بصوت هالصبايا وحنفرجي أعمالهم أيضا. مرسي. أول شيء مرسي لأستضافتكم، سهلة، وصباحي حلو مثل هالوجه اللطيف يلي كتير حبيته ديريكت أكتر من الكاميرا. شكرا. هلا أوكي أنت حلو على الكاميرا بس ديريكت. شكرا. الفكرة أنه ريبيرث سوري معرض أسطورتي والأرزة، نحن طالعين من جدار صوت ما حدا يلومنا فينا نرتبك هيدا الوضع اليومي اللي عم بعيشه اللبناني. صحيح. واليوم تحية للجنوب الصامد والحلو. نعم. فكرمال هيك بنضلنا مستمرين. يعطيك ألف عافية. أنا جاي من صور لهون. أهلا وسهلا. إحياء لهيدا الوطن الجميل اللي نحن كلنا منحبه. نعم. ويلي كلنا باقيين فيه ومتعلقين فيه لأنه منعرف أنه جذورنا اللي عم بأصلوها الصبايا الثلاثة موجودة فيه وهي تستحق الاستمرار. طبعا. رح بلش بداية بالحديث عن معرض أسطورتي والأرزة يلي هو امتداد لأكثر من عمل فني واحد، واللي هو نتيجة تعاضد ما بين أعمال ثلاث فنانات متميزات كل وحدة منهم بطريقتها تحت شعار واحد اللي هو حب الوطن لبنان. فحلو. منبلش أنه بدي أشكر بالبداية المكان يلي انعرض فيه المعرض وجمعية ريبيرث بيروت يلي استقبلت المعرض ببيروت، معرض أسطورتي والأرزة بالجميزة على مدة تتراوح ما بين الافتتاح 25 تموز. نعم. لحد نهار الثلاثة الماضي اللي كان اليوم الأخير، ويمكن لو ما الأحداث كان استمر كمان أكثر. لأنه كان كتير في عنا تعاقب من الزوار ومن الشخصيات المهمة يلي اجت وشجعت هيدا المعرض. نعم. بدي ألفت كمان أنه ريبيرث بيروت هي جمعية تهتم بإنارة طرقات بيروت. نعم. وكل المعارض التي تقام بمركز مركز الثقافة يعود جزء من ريعة لإنارة بيروت، وهذا أيضا مساهمة طبعاً بحب الوطن وبتطويره. يبني نحن معك ستمها على الهواء عم نشوف فيديو عم بفرج أجواء المعرض، وهذا الشيء اللي بفرحنا دائما هالجو الرائع وهالمكان. وحتى مثل ما عم تذكر أن أسطورتي والأرزة ثلاثية جمالية كونتها ثلاث فنانات لبنانيات، والافتتاح ب 25 كان عن جد افتتاح رائع جدا. كان افتتاح وانتو كمان ام بي ان كانت موجوده. نعم. مثل العاده بكل المطارح، فشفنا كثير من الفنانين من المثقفين من الادباء من الى اخره. نعم. فعن جد كان شيء بيشرح القلب وبيفتح القلب. بدي انتقل بالاول للفنانه الاولى. نعم. اللي هي مدام لينا جودي. لينا جودي هي مصممة مجوهرات منصور جنوبية. لينا جودي عندها فكرة جديدة بتصميم المجوهرات، وهي استلهام تصاميم المجوهرات من الآثار. يعني هلأ بعد شوي حنشوف نحن بالصور أنه عندها ربط ما بين الإرث الثقافي للبنان على وجه التحديد. نعم. ومدن لبنان بتصميم المجوهرات أرادت أن تخرج. يعني هيدا الساعة مثلا هيدي ساعة ساحة التل بطريق
طرابلس من مجموعة طرابلس. عندها كتابين مدام لينا جودي، كل كتيب أو كل فينا نقول هو 42 صفحة فينا نقول عنه كتيب. كل كتيب منهم بيحكي ربط ما بين الأساطير التي تعلقت بها أو الجذر التاريخي الذي انطلقت منه هذه قطع المجوهرات هيدي، لربطها مباشرة بالقطعة وبالتصميم وكيف اتاخد. وبدي ألفت أنه كل هيدي الأشغال هي هند ميد، يعني هون نحن عم نشوف قطعة هي إذا نظري عم بساعدني هي تيروس صدفة الميوركس يلي موجودة بسور. هون عنا أوروبا، أسطورة أوروبا اللي هي من تاريخ مدينة سور. على كل الأحوال هن كتير كتار، نحن عم نعرضهم بجمالية كل واحدة منهم يعني. طبعا هون أسطورة أوروبا اللي الكل بيعرفها، الإلهة الفينيقية يلي خيقت موس طلع كرمال يبحث عنها من بعد ما أحب أحد الآلهة وأخذها على اليونان وسميت القارة الأوروبية باسمها. الميزة بهيدا المجموعة أنه عندك كل قطعة بتحمل قصة، فيها أسطورة متعلقة فيها، فيها رمز خاص هي عم بتمثله، وهيدا الرمز هو رمز يرمز لشخصية امرأة معينة تلفت إليها السيدة لينا جودي بالتصاميم. مثلا إذا بدي أنا أخذ قطعة أليسار ملكة قرطاج، أليسار ملكة قرطاج هي دائما هيدي القطعة موجودة بالمتحف، والتانية مدام لينا صممتها بمتحف بيروت. شو حلو الفكرة أنه لفت نظر لشخصية المرأة الحكيمة المحاربة التي تستطيع البناء، تستطيع بناء دولة إلى آخره، تركيزا على دور المرأة بالمجتمع وبالريادة إن كان الاجتماعية ولا السياسية ولا الإدارية ولا غيرها. على فكرة أنا يعني بوجهة تحية من القلب لست لينا جودي، عن جد مصممة المجوهرات اليوم كيف بلورت كل هالأفكار بهالأعمال الفنية اللي خلتنا مثل ما قلت كل هالصفات اللي عم تذكريها تكون موحدة بكل قطعة من القطع. يعني بالواقع في عنا بمجموعة سوريا عندها المجموعتين مش أول المجموعات، ولكن هيدي اللي أكثر ربطتها بالإرث الثقافي. هون قدموس منشوف الحروف الفينيقية يلي نعمل منها سلسلة بالإضافة لطائر الفينيق الذي لا يموت ويولد من الرماد. الربط الربط ما بين الرمز بالقطعة يلي عم تلبسها المرأة، بتصير تحس وكأنه هيدي قطعة منها بتحكي عن شخصيتها. بالضبط، قد ايه بتعكس عليها. يعني أنا إذا بدي أختار لإلك أنا بختار أوروبا التي تمثل المحبة والرقة. يعني إذا بدي أختار لإلي أنا مثلا بختار أليسار، بحس حالي مور أجريسيف. هون التنوع خلينا نكون عم نحصرها شوي بسيدات اللبنانيات بالسيدات اليوم. كل حدا عنده شخصيته، كل حدا عنده حضوره بمكان ما وصفه. فاليوم قديش عن جد قدرت تصمم هيدي هون الأروقة داخل الأروقة داخل الجامع بأحد جوامع طرابلس. انعملت قطعة بهالطريقة. ثم كان في تنويع بالماتيريال يلي هن هند ميد، نحن قلنا شغل يدوي. في تنويع بالمواد المستعملة بالصناعة يلي هي بين الذهب والألماز والصدف والروبي الأميرالد وكتير من الأشياء يلي بتضفي نوع من التنوع والألوان. هون مثلا عندنا شيء هيدا اسمه نعمة النخيل، إسوارة من النخيل الذي يعتبر نوع من البركة عند الفينيقيين اللي كانوا يستعملوه الفينيقيين القدماء. كمان إذا اليوم انتو عم تحكي هلا وعم تخبرينا للمشاهدين وعم تنقلي كل قطعه شو حامله معها من خبريه وقصه، قد ايه كان اجواء المعرض رائع اليوم؟ كل ست وصبيه ورجل وشاب، اي حدا كان بهالمعرض، قد ايه وقفوا امام كل قطعه وحكيوا؟ هلا نحن كنا عاملين قدام كل قطعه كابشن صغيره ملخص عن الصوره بيشرح عنا، بس اللي صار انه الكل كان عم بيسال هيدي شو بالزبط. بطل عم بيقول هيدي هالقطعة إذا شكلها كديكوريشن بيعجبني أو لا أو كتصميم. صاروا أكثر في عندهم وعي على، لأنه نحن حكينا سابقا على مسألة الربط بالأساطير والربط بالتاريخ والإرث الثقافي، وكأنه هني صار عندهم نوع من محبة يعرفوا هالقطعة شو بترمز أكثر يعرف. بالإضافة لأنه في قطع كمان للشباب يعني موجودة من الحروف الفينيقية أزرار الأمصان وغيرهم. المتميز يلي اشتغلته مدام لينا جودي هو انه هي حملت التصميم يلي اخذته ببرماتا وحضور المعارض والتعلم بالخارج باوروبا
بالإضافة لأنه تثبت هيدي الأصالة صح. بكل شيء يتعلق بتاريخ لبنان صبت. وإن شاء الله ما بتكون الخطوة الأخيرة طبعاً. إن شاء الله بتهدى الأوضاع بيكون بعد في خطوات لمدن صح. قادمة بلبنان لحتى هيدا تتمثل كلنا نتمنى هيدا الشيء فعلا نعم لتتمثل بمجموعات يعني. قادمة صبت. إن شاء الله إن شاء الله أكيد فحلو حلو يعني هيك إن كان عم نحكي بصور ولا عم نحكي بطرابلس ولا عم نحكي بهالإرث الثقافي الجميل جدا ونفاجأ خلال البحث نعم. أنا اشتغلت البحث العلمي للكتيبات تفاجأ خلال البحث قد ايه نحن عن جد بلبنان عنا غنى حضاري بالضبط. بخلينا نتمسك بمواطنيتنا طبعاً. ونتمسك بهيدا التاريخ يلي فينا نطلع فيه كتير من الجماليه ما بعرف في صور ما مرقوا يمكن مدام لينا هي بقلب بالموقع نعم. يعني بتقولي نازله كانه مهندسه عم بتشوف هيدا الحجر بتوقف قدامه هيدا بيطلع معي كذا هذا هيدي النظره الجماليه يلي شافت فيها الأماكن أنا بتصور أنه أعطت فرادة للمشروع طبعاً. وهي عندها الكوبي رايتنج لكل قطعة طبعاً. لكل شيء عندها لأنه منهم مسبوقين يعني من حلو يعني شيء جديد يعني شيء جديد نعم. عن جد أخذنا 5 عصور من حلو. سور نعم. علما سور تمتد إلى 12 عصر نعم. هون باحتفال طرابلس مع الوزير الثقافي اللي كان راعي الاحتفال كنا بعد نعم. شوي عم نحكي عنه تحت الهواء عم نوجه له كل التحايا لازم نوجهها على الهواء لمعالي وزير الثقافة مدام ميراي كمان أنا بوجه لها تحية كبيرة مدام لينا طبعاً. بدي أقول كمان أنه بطرابلس غير الـ 12 عصر يلي أخذنا منهم 5 بسور عندك بطرابلس حاولنا أنه نضوي على المعالم يلي كانت ترتبط بإعلان طرابلس كعاصمة للثقافة العربية عام 2024 حلو. بالتزامن مع هيدا الإعلان وبتعاون مع وزارة الثقافة بالضبط قديش بكبر القلب أسطورة هيدي الانطلاقة الأولى نعم. لمدام لينا بصنايع بالمكتبة العامة حلو. إطلاق أسطورة السور أصل نعم. الحكاية حلو حلو يعني عن جد إن كان أسطورتي والأرزة وصور أصل الحكاية حتى من الكلم من العناوين والتسميات بتحسي قديه بشدك في انتماء يعني بالزبط. هيدا الحب يلي جسدته نعم. كل قطعة من القطع 100%. وكأنه أنا كنت بدي أقولك بدي استعير كلمة قبل ما أختم كنت حذكرك فيها لازم من معالي الوزير الثقافي أكيد يرتبط كل قطعة بترتبط بمحبة معينة حلو. للوطن يعني تميزت طرابلس باستعمال الأرابيسك الخط العربي الكوفي صح. الجوامع النور الديني كل هيدي الأمور أو هالإضاءة على الخلفية الدينية إن كان مسيحية أو إسلامية نعم. على مسألة الوحدة الوطنية فأنت إذا بتشوفي على مدى التاريخ امتدادا من الفينيقيين حتى اليوم نحن منلاقي انه اللبناني شعب اتفق على الابداع صح. وتوحد على طبعاً. المحبة طبعاً. بدي استعير هون شيء عن مدام لينا كتبه مع الوزير نعم. باسطورتي اصل الحكاية الكتاب الاول هنيئا للبنان بلينا وكثر الله من ربيبات لينا ليبقى لبنان قلادة لا تبوخ على جيد التاريخ وماسة تتلألأ على معاصمه فحلو حلو عن يعني جد هالكلام بده يسمح لي استعير هالجملة لأنها بالفعل معبرة وعم بتكون هالقد صحيحة بالنسبة للتعبير عن مضمون المجموعة نعم. وعن لينا جودي صحيح. نعم بالضبط بالضبط ونحن لأنه الحلقة عم بتكوني حضرتك بدك تحكي بهالعمل الرائع بأسطورتي والأرزة واللي جمع بدي أرجع أكي ثلاث فنانات لبنانيات بلشنا مظبوط بالحديث نتالي. عن النحاتة والرسامة هنا عاشور خلينا بس نرجع لهنا عاشور بنرجع لنتالي على كل الاحوال كل الصور بس بالضبط ليكونوا بالتسلسل نحاتي والرسامه هنا عاشور اليوم اذا بدك تحكينا اكثر عن موضوع الارزه وربط تاريخ لبنان بالرسم التشكيلي يعني خبرينا نعم نحن مثل ما بلشنا انه الفنانات الثلاثه جماعتهم وحدة حب الوطن جمعهم رؤية وحدة لهيدا حلو. لبنان يلي بحبوه يلي هني سموه لبنان الحلم حلو. هون منشوف مهندسة الداخلية السيدة
هنا عاشور مع أرزتها الشهيرة صح. اللي هي أرزة لبنان، اللبنانيون المتحدون، هيدا اسم المنحوتة. هيدي المنحوتة مشغولة من البرونز ومغمورة بالذهب، بتمثل بالبيز تبعها بالقاعدة مجموعة من اللبنانيين اللي هن أصل اللبنانيين، أصل تاريخ لبنان، الأوائل الذين بنوا لبنان مثل الفينيقيين عند مدام لينا بمجموعة المجوهرات، تنطلق إلى اللبنانيين لكي يجسدوا تلك اللوحة المتمثلة المكونة من أجسادهم على مختلف شرائحهم ومهام ورجالا ونساء وأطفالا، بيتحدوا بأجسادهم لحتى يكونوا هالبنية المجتمعية التي تصل نهاية إلى رأس هرم الأرزة اللي بتشكل الأرزة، هي هرم المجتمع تماما، ورأس هرم الأرزة فيه رجل وامرأة بشكل لافت على أنه الرجل والامرأة هما أساس المجتمع بشكل عام، التاريخ في الأسفل والأسرة في الأعلى، وفي الوسط الوطن مكتملا. وفي شغل كتير حلو على الأبعاد الضوئية، لو في هيك إضاءة وطريقة لنعرض بطريقة معينة الأرزة بينشاف قد هي عن جد فيها تفاصيل رائعة وفيها فعلا. شغل متميز. قد ايه كملوا بعض؟ يعني هلا رح نرجع تكملي لنا عن هنا، بس قد ايه كملوا بعض هالثلاث صبايا؟ اصلا كنت عم بحكي مع لينا جودي، كانت عم بتقول قد ايش كان في تناغم جميل، وكان في شغل بحب وشغف وافكار رائعه. يعني هيدا الصوره صحيح. الحلوه للبنانيه سوا، نحن هون وعم بكملوا بعض بالاعمال. نعم هون اذا بنشوف في هون صار في كولابوريشن كمان بين مدام لينا جودي وهنا عاشور على قطعه مجوهرات. نعم. ومنحوته اسمها كلنا للوطن، اللي هي اتخذت من روحية المعرض الذي أقيم في ريبيرث بيروت، ومن أسطورتي والأرزة. لبنان هو من أكبر الأساطير، والأرزة هي رمزه، واللي إذا كانت الأسطورة بتعريف الأدبي أبطالها أنصاف آلهة وأنصاف بشريين، فاللبنانيين هم أنصاف آلهة في الصبر، هم أنصاف آلهة بكل ما يقدمون وبما مروا به وما أعطوه. نحن اليوم بذكرى أربع آب، نحن اليوم نستذكر هؤلاء الشهداء، وأيضا نستذكر شهداء الجنوب اللي بعدنا لحد بعدني عم بقولك جاي من صور، وشهداء كل لبنان. فهون هيدي اسمها وحدة الدم ووحدة المصير ووحدة المحبة اللي قائم عليها هذا المجتمع. بالضبط. فلذلك كان جدا مهم هالكولابوريشن يلي هو التعاون الحلو الرائع، يعني بعنوان كلنا للوطن. بالضبط. هون بعض المنحوتات ولوحة للسيدة هنا عاشور اللي هي فنانة تشكيلية بالواقع ونحاتة. إذا بنشوف صور تانية بالضبط. أنا بدي أحاول قد ما فينا لحتى نقدر كمان لحق الصور اللي بعدنا. شوي من الإرث يلي أخديته مدام هنا عاشور كونها عاشت ما بين أفريقيا وأوروبا، هون منلاقي الفن الأفريقي صبت. شوي مأثر بهيدي اللوحات اللي هي تمثل رائع عن جد، كل لوحة أصلا بتاخدك لعالم، كل منحوتة بتاخدك لعالم. قدي نحن بأمس الحاجة لهيك معرض كان بالواقع، المعرض كان هيك نوع من لمحة الفرح والتغيير النفسي بالجو اللي نحن عايشينه. طبعاً. هون مننتقل لبعض اللوحات اللي هي أكثر تجريدية صارت، وحتى في كتيب. نعم في كتيب لمدام هنا عاشور سميته أرزة لبنان، اللبنانيون المتحدون. شو حلو. نعم كمان شو بيتضمن هيدا الكتيب؟ بيتضمن تفاصيل عن الأرزة، السطح، حكايتها، كيف تمنحتها، الرؤية يلي بتفوت فيها مدام هنا عاشور. إذا أنا كمان بدي اقتبس شوي منقول لنحط رؤية الفنانة. تقول السيدة عاشور أن هدفي هو التركيز على معاني المساندة والعون والوحدة، وخلق صلة ترابط متين قائم على المحبة ووحدة الرؤية بين اللبنانيين، تعبر عن اهتمام بعضهم ببعض ليسيروا بلبنان في ركب التطور والسمو، متكاتفين في وجه عواصف الفتنة والحروب والأزمات على أنواعها، رافعين شعار الوطن الواحد لجميع أبنائه، فخورين بوطنهم، مخلصين في مواطنيتهم، مظهرين لإبداعاتهم ومظهرين إبداعاتهم ومواهبهم العلمية والفكرية والفنية والثقافية التي عرفوا بها على امتداد التاريخ والجغرافيا. يعني هون رؤية مدام عاشور يلي هي جسدتها
بأرزة لبنان صحيح. وفي بعض اللوحات يلي يمكن معنا صور لها اللي هي كمان بتمثل قديش كان في تناغم مع رؤية مدام جودة ومع ناتاليا اللي بدنا فعلا نحكي فعلا عليها. رائع رائع عمل شوي. رائع ومعرض في كونسبت في كونسبت واحد وبتروح قلبك عم بيروح للثلاثة ما قادرة انت تفرق بيناتهم لانه هدف واحد وعمل رائع. لا ما يدهمنا الوقت كمان لنعطي حق بتقول مثل ما بيقولوا خاتمة ثلاثية الفن الراقي رسامة تجريدية تعبيرية ناتالي بنوت بتشوف لبنان بعيون الروح وهو عنوان مجموعتها اللي بتشارك فيها بالمعرض. شو هي الرؤية اللي حملتها الفنانة ناتالي وشو الرابط العميق بتحسي شخصيا بمعرفتك لإلهم بين الفنانات الثلاثة اللي خلتهم يلتقوا بأسطورتي والأرزة؟ أنتوا عم بتجاوبينا خلينا نشوف صورها ولوحاتها. نعم بخصوص ناتالي، ناتالي فنانة من نوع هي كشخص فنانة من نوع رقيق جدا وإنسانة وكأنها تعبر بعينيها. حلو. يعني أنا لما تعرف لما تعرفت على ناتالي قلت لها مش غريب إنك رسمت عيون لأنك جميلة العينين. حلو. في الواقع ناتالي عندها رؤية هون عم نشوف نحن بالمعرض. هي عندها أكثر من مجموعة، هي رسامة تجريدية تعبيرية وهو نوع جديد من الفن اللي اجت فيه من السويد وأوروبا. طبعا منه جديد جدا، هو من بيكاسو إلى يومنا، ولكن الرؤية تبعها بهيدا الفن لأنه كل فنان يضفي من روحه على ما يقوم به من أعمال طبعاً. فنية. الروحية يلي تجسدت هون هي قوة الألوان المستخدمة أو المستعملة في رسم اللوحات. نعم. خصصت المعرض بمجموعة عيون الروح، طبعا عندها مجموعات تانية مختلفة، خصصت المعرض بمجموعة عيون الروح انطلاقا من تعاون بقطع مجوهرات معينة عن تمثل عيون انطلاقا من عين حورس يلي أخذوها الفينيقيين عن المصريين القدماء. حلو. بفعل التواصل التاريخي بيناتهم التجاري يلي شوف. كان بيناتهم. نعم. هيدي اللوحة لا. وهي اللي أكثر هيك بتلفت بالنسبة لإلي بتشد رائعة. نعم, نعم. هيدي الأعمق من بين حلو. تلك اللوحات. نعم. تمثل عيون الروح أيضا، هي العين التاريخية التي تنظر إلى لبنان منذ الأجيال إلى اليوم عبورا بالأيام الحالية اللي نحن فيها لكي ترى المستقبل الذي تتمناه وتحلم به ناتالي بنوت للبنان. بالنسبة للعيون الصارخة اسمها دايفينج اللوحة، دايفينج بمعنى الغوص، الغوص بالتاريخ لننطلق به لنأخذ كل ما يمكن أن نستفيد منه من عبر الأوائل لكي نحسن حياتنا اليوم ونرسم مستقبلا أفضل للأجيال القادمة. ناتالي تستخدم الألوان الصارخة كصرخة ثورة على الواقع الرديء الذي نحياه اليوم. هلا انا ما فيني اقول كل الواقع رديء بس خلينا نقول هيدي اقوالها. هي بتقول بس هو فعلا نحن عم نعيش به الواقع الرديء الذي انا على طول متامله فلذلك الواقع الرديء الذي نحياه. هي تريد التغيير. نعم. كل الفنان عاده يكون حساس اكثر من الانسان بصبت. العادي يعني الرؤيه يلي بيحمرها يمكن ولا انا ولا انت ولا ولا بنقدر نعبر يمكن مثل ما هن او نعبر مثل ما بيعبروا. هي تعبر بهذا اللون. اللون وحتى نعم. هون اذا بنلاحظ كمان الكونتراست اللي موجود ما بين اللون الاسود وما بين الالوان الصارخه. بتقول ناتالي تحديدا تلك صرختي ضد كل البشاعه الموجوده في العالم. نعم. احلم بلبنان اخر، احلم بلبنان جميل حي يشبه تلك الألوان التي أجسدها في لوحاتي، وتحلم أيضا بعين هانئة. نعم. تنام هانئة وترى المستقبل الجميل. نعم. ناتالي تميزت كمان بأكثر من لوحة، في لوحة هيك لافتة فيها عيون وفي بيوت من الداخل وكأنها عين اللبنانيين الذي تحمي وتحرس الناس اللي هي ساكنة بقلب لبنان، لأنه البيوت المرسومة هي بيوت تراثية. حلو. يعني هي لبنانية. تقصدت لبنانية 100%. على فكرة أنا بدي أشكرك لشغلة كتير حلوة إنه اليوم أنت عم تحكي باسم ولسان ثلاث فنانات لبنانيات عبروا يمكن أخذت معهم ساعات وليالي وأيام لكل منحوتة لكل لوحة لكل رسمة، عم تحكي وعم توصفيهم بطريقة رائعة جدا. شكرا. هن محظوظين ست مها فيك بهالتعبير. وهون راعي ثقافة وزير الثقافة. نعم. مع كمان
مدام نتالي اذا بنشوف بهيدي اللوحه الفريده تبعها. انا بشكرك على الكومبليمون. في الواقع ان اقل ما يمكن ان نقوم به هو الاضاءه على هذا التميز. اذا كان بالنسبه وان شاء الله صبايا ثلاثتهم يلي جمعهم روحية حب الوطن، إذا كان عين حورس وعيون الروح التي ترى لبنان بألوانه الجميلة وبكل هالإشراق وبكل هذه الحياة، وإذا كان بمنحوتة هنا عاشور وبمجموعة لينا جودي، فنحن هنا أمام ثلاثية جمالية فريدة جدا. مش الحلو أكثر أن تحت شعار كلنا للوطن، تحت شعار كلنا للوطن، وتلك الثلاثية إن شاء الله بنتمنى أنها تستمر طبعاً. وعلى الأكيد إن شاء الله بتستمر، والصبايا إن الله راد عندهم مشاريع قادمة وتلك المشاريع إن شاء الله رح نعلن عنها بوقتها بمعارض إضافية وأنشطة إضافية. شوي وقفنا هلأ كرمال الوضع، بس نحن ان الله راد مستمرين بالضبط. وكلنا امل اننا سنستمر طبعاً. طالما وسنستمر وطالما ارزق لبنان موجوده فعلاً. ولبنان موجود وتراب جنوب والشمال وطرابلس بالضبط. وكل يعني خليني ما انسى ولا منطقه أبداً. دائما سوا ان شاء الله بالفرح، ودائما مثل ما قلت وبهذا الاتحاد متفائله وانا متفائله وان شاء الله كثير منا متفائلين، لانه عندنا ايمان بهالارض بهالوطن، وعندنا ايمان بهالفنانات وهالفنانين بشكل عام اللي عم يرفعوا اسم لبنان بالعالي. عن جد انا بدي شكرك. لبنان فعلا الحضارة اللي شافوها الفنانات الثلاثة بعين الروح وتواصلوا مع بعض بالجسد والقلب والوحدة، وهيك فرجوا فخر التاريخ الممتد لحاضرنا. أنا بدي ألفت لشغلة بدي ألفت لشغلة بسيطة، إنه الفنانات الثلاثة هن فنانات عصاميات بأعمالهم. لابد إنه كل حدا عنده أسرته عنده بيته عنده كذا عنده مين يدعمه، لكن بالعموم هن من الأشخاص يلي انطلقوا بإمكانات عادية طبعاً. جدا لحتى يطلقوا مشاريع بهالضخامة طبعاً. يعني ما تتخيلي أسطورة واحد أسطورة اثنين. هون أنا فيني أحكي لأني كنت حاضرة على العمل، النزول إلى الموقع على الريسيرش لتنزلي للتصميم طبعاً. لمسألة الهند ميد، لمسألة الصعوبات الاستثنائية إذا كان اقتصادية ولا صحية ولا أمنية يلي عم بمر فيها الواحد. إذا بتشوفي الصبايا هني وعم بحطوا الغراض عم بقلب المعرض بتقولي إنه هيدا عمل لو نحن بلبنان طبعاً. نمثل كلنا لينا وهنا ونتالي، لكن ما حدا فينا بيشكي من شيء، كنا بألف خير. حتى مدام سمر اللي هي صاحبة جمعية ريبيرث بيروت، لما حدا من هالقد من قلبه بيقدم لك مكان وبيقول لك أهلا وسهلا تفضلي البيت بيتك، كمان هيدي خطوة متميزة، وريبيرث بيروت يعني أنا سهم كتير كبير. شكر خاص لوزير الثقافة على رعايته. أنا بدي أشكرك وتحية لكل الأشخاص اللي ذكرتين، ولو ما في هيك أشخاص ما كنا مستمرين لهلا ببلدنا الحلو اللي بنحبه ومنحب هالأرض وبدنا نبقى متمسكين بهالأرض. شكرا لك ست مها جعفر، منظمة معارض فنية وثقافية، شرفتينا وشكرا لحضورك معنا. أهلا وسهلا، ميرسي لكم على استضافتنا. شكرا تحياتنا للينا جودي، هنا عاشور، ونتالي بنوت مع حفظ الألقاب لأنهم متألقات وجميلات. شكرا لك مشاهدينا. لهم نكون وصلنا لختام هيدي الحلقة من جديد، موعدنا بتجدد معكم بنفس الموعد، فكونوا كتار. إلى اللقاء. We'll be right back.